أنواع العسل الطبيعية تدخل منافسا شرسا لرمان حلبشة الشهير وعنب دهوك وجوز السليمانية وبرتقال ديالة وتمور البصرة من خلال معرض الزراعة والإنتاج الحيواني الذي تنظمه وزارة الزراعة بهدف دعم المنتج المحلي وتسليط الضوء على خيرات بلاد وادي الرافدين الوفيرة. دعم اللي حصل لصناعة الدواجن لم يحصل من تاريخ العراق أبدا، ولذلك احنا وصلنا الى اكثر من 600 الف طن انتاج للحوم واكثر من 4 مليار بيضة انتاج بيض. هذا اجى من خلال حماية المنتج. عشرات الصناعات والمنتجات المحلية المشاركة طرحت منتجاتها الكفوءة المتغلبة على المستورد بكافة المستويات. شركة نور الكفيل التابعة للعتبة العباسية كانت علامة فارقة في المعرض من خلال عديد الصناعات النباتية والحيوانية محلية الصنع التي شاركت بها والتي حظيت باهتمام الزوار. منتوجات الكفيل حاليا أغلبها إنتاج محلي اللي هي من الدجاج ومقطعات الدجاج، وكذلك عندنا دجاج مجزرة كربلاء، بقية المنتجات الرز العنبر عندنا موجود من أرض المشخاب، الألبان كذلك من معمل كربلاء عندنا معمل الكفيل. العتبة العباسية شاركت أيضا بشركة خير الجود لتكنولوجيا الزراعة الحديثة والتي طرحت من خلالها العديد من وسائل تطوير المحاصيل الزراعية والمنتجات الكيميائية لمعالجة الأمراض ومضاعفة الإنتاج الحاصلة على براءة اختراع خاصة بالشركة. هذه الشركة عبارة عن مجمع صناعي كبير يعد الأول من نوعه في العراق، متكون من 3 مصانع، مصنع للمنظفات والمعقمات متخصص، ومصنع آخر للأسمدة، وآخر لتصنيع المبيدات الحيوية. هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه كشف عن مظلومية القطاع الخاص الذي غاب وغيب كثيرا بسبب فساد القائمين على ملفي الزراعة والصناعة والذين أغرقوا السوق بالمستورد على حساب المنتج الوطني. بعد أعوام من التعطيل المتعمد، قطاع الزراعة في العراق يحاول النهوض مرة أخرى لمواجهة ومنافسة المستورد، لكن الأمر ما زال بحاجة إلى دعم حكومي أكبر ومحاربة للفساد الذي ينخر جسد هذا القطاع. من أربيل لقناة الفرات على الطائف.